نبدأ بوصفة كريمة الجبن. هنا درت جوج كيسان كبار تاع الحليب، يعادل 500 مليلتر تاع الحليب. درت لها تاني 3 مغارف كبار تاع المايزينا اللي هي نشا، مغرفة صغيرة تاع الملح، وزوج مغارف كبار تاع الزيت. نخلطوهم باسكو هذيك المايزينا راح تجمد شويه من التحت تحبط لتحت، دونك ما تقلقوش، ابداو بك دوبوها بالعقل بالعقل حتى وانا حادوب لكم. نحطوها فوق النار ونخلوها حتى وين تعقد ونجبدوها. سيو ما تغفلوش عليها، قعدوا قدامها باسكو تمتم حتجمد لكم، يعني فرمشة تاعين حتلقاوها بدات تجمد وتتحرق لكم تاني من التحت. دونك هنايا جبتها وزدت لها 5 قطع تاع الجبن، اي نوعيه تاع الجبن نديروها، يعني نوعية سيو تكون مليحة. يعني راكم تشوفوا كيفاش الكريمة جاتني تهبل بزاف، بنينة عجبتني وجات ليس. تقدروا تستخدموها في أي مملحات عندكم، هذه يعني أنا ننصحكم بها ديروها في أي مملحات تكون عندكم.